مساء الخير، ازيكم؟ النهاردة هنعمل مع بعض احلى صينية ني في ني، ممكن تعمليها في البيت بخطوات بسيطة هتحصلي على افضل نتيجة. وكل سنة وانتم طيبين. هنعمل الني في ني في الصيام، جميل جدا وخفيف ولذيذ بطريقة مميزة، ويا رب كده الفيديو ينال اعجابكم. ولو كنت اول مرة تشوفي قناتي ياريت تشتركي فيها وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي على اليوتيوب وعلى صفحتي على الفيسبوك. ويلا بينا نشوف الطريقة والمقادير بتاعتنا مع بعض. في صينية هنزل كده بحوالي 5 6 معالق من الزيت بالشكل ده، هنوزعهم في الصينية بتاعتنا كويس بالشكل ده. هنبتدي ننزل بشرايح كده من الطماطم، هنقطعها بالشكل ده دواير، تقطيع ده على حسب رغبتك. هنوزعهم كده في قاع الصينية بتاعتنا بالشكل ده. هنا معانا التوابل بتاعتنا، معلقة كمون ومعلقة كزبرة ناشفة وفلفل اسود وشطة حمراء وملح، مش اكتر من كده. التوابل دي بتاعتنا مش اكتر من كده. هنقلبهم كده كويس في بعض. طبعا انت ضيفي التوابل اللي تحبيها، بس الني في ني مش بيحتاج اكتر من كده. هاخد كده حبة كده وارشهم كده على الطماطم بتاعتنا بالشكل ده. معانا هنا البطاطس مقطعها بالشكل ده والثوم كده، حاولي ما تخليهاش تخينة قوي ولا رفيعة قوي، بالشكل ده متوسطة. هنوزعها كده زي ما انت شايفة كده. هناخد عليهم رشة من التوابل، هنزل كمان بفص من الثوم اوزعه كده في الصينية بتاعتي، هيدي طعم جميل جدا للني في ني بتاعنا. ممكن تقطعيه قطع وممكن تسيبيه كاملة بالشكل ده زي ما انت شايفة. ومعانا كمان حزمة كزبرة، هبتدي اخد حبة كده ووزعهم بالشكل ده. كزبرة الخضرة هتدي طعم جميل جدا للني في ني بتاعي. هنا معانا البصل، هنبتدي نقطعه شرائح كده بالشكل ده. بعد ما خرطنا البصل بالشكل ده هناخد رشة من التوابل. بعد كده هننزل الطماطم بالشكل ده. طبعا هتحطي الكمية اللي تحبيها، طبعا الني في ني بياخد كمية كبيرة من الخضار علشان انتي لما تيجي تسويه بينقص كتير، فانت حطي الكمية اللي تناسبك. زي ما انتوا شايفين كده جهزنا صينية الني في ني بتاعتنا، ما خدتش وقت معانا خالص في تجهيزها، بخطوات بسيطة ومقادير بسيطة عملناها في البيت. طبعا لازم تغطيها بغطاء محكم علشان البخار بتاعها يسويها. طبعا لو مش متوفر عندك غطاء تغطي بيه الصينية بتاعتك بغطاء محكم كده، هتستخدمي ورق الفويل. زي ما انتوا شايفين كده بعد ما غطيناها بورق الفويل قفلناها قفله محكمه بالشكل ده، هنرفعها على النار تستوي. الاول هنخلي النار عاليه، وبعد ما تبتدي تغلي هنهدي عليها النار ونسيبها تستوي على نار هاديه. وبعد ما تستوي هنشوفها على طبق التقديم مع بعض. زي ما انتي شايفه كده بعد ما استوت معانا الصينيه بتاعتنا مستويه معانا حلو اهي، البصل مستوي والبطاطس مستوية، وشكلها يفتح النفس، جميلة جدا ولذيذة وخفيفة، تنفع للدايت معانا، صحية جدا جدا وطعمها لذيذ. هتعمليها في اقل وقت، مش هتاخد اكتر من ربع ساعة، هتكوني مجهزاها ومستوية معاكي. ويا رب كده يكون الفيديو نال اعجابكم، واذا عجبكم الفيديو شير ولايك للفيديو وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي على اليوتيوب وعلى صفحتي على الفيسبوك. ومع السلامة.